ما قلت لك الزعل ما بين حسبان. ما بقدر ما بقدر ما بقدر. حمدان الله يوفقك ببوس ايدك. يا انا يا هي المرأي حتموتني. طولي بالك حسيبة خانم. مالي مطولي بالي مالي مطولي بالي. عم اقول لك افهم علي. يا انا يا هي المرأة بعد البيت. يسعد صباحك حش حمدان. تشرب القهوة بعد الحمام مثل العادة ولا جهز لك الفطور؟ لا بفطر انا وحسيبة خانم. إيمي إيدك إيمي إيدك أنا بصف. إيه شو القهوة هاي؟ بتلعي النفس. الواحد يفيق من على بكرة الصبح لحتى يشرب فنجان قهوة على رواق يقوم بيجي قهوة مدري شلون معمولة ومدري شلون مساواية حاطة ورد كمان. لا قهوة سعدية ما عليها حكي. شبه القهوة؟ شو شبهها؟ أنت لسه ما دقتها معك حق. عم قلك بتقرف بتلحي النفس. رح قوم اعمل لك فنجان قهوه من تحدياتي غير شكل. لمي هدول. طولي بالي سيدي علي. انا مطوله بالي بس يا ترى هن بيطولوا باله؟ هن مين هن؟ ما بعرف سيدي. الله يخليك بدي روح شوي لعند خالدي خانه. طيب بس لا تطولي. هلا ذوق هالقهوه. القهوه غير شكل. لقيت حسيبه. شلون لقيت لي اياها؟ طيبة كتير. إن شاء الله ألف صحة وهنا. هاي هي القهوة. شو ما لمت الصينية؟ الحمد لله. الحمد والشكر لك يا رب. أعطيتني كل شيء. اللهم لك الحمد. مبسوطة يا حسيبة؟ ماشي الحال. طيب لنروح انا اصلي بالجامع وبرجع مسهر سوا. لا تناموا. لا ايوه خالدية. نعم سلوا سوا. ايه يلا خاطركم. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. ما تبلي ما تبلي ما تبني وما تبخي. شبكي نازله فيني قرص من اول القعده. ها مو هيك بيحكوا مع الرجال. لكان شلون؟ لما سألك مبسوطه يا حسيبه كان لازم تقولي له الحمد لله بوجودك فوق راسنا. الله يخلي لنا اياه. يا خيمه فرح على بيتنا. هيك بيحكوا. تعلمي تعلمي. والله احترت شو بدي اتعلم لاتعلم بهالبيت. شي لازم نخاف من الناس اللي ساكنين تحت الارض ونعمل لهم حساب. شي ما لازم نزت بالبلوعه لا ما يسخنه ولا ما يبرده. شي لازم نستاذن منهم على الفوته وعلى الطالع. لكان دائما لازم تقولي دستور حتى يبعدوا عن طريقه. والله الحياه بالجبل كانت احلى. اي صحيح. احكي لي كيف كنت عايشه بالجبل مع كل هالرجال؟ رجال؟ ايه هدول ما كانوا رجال. يا على قطاطك يا حسيبة. شو كانوا لك نسوان؟ لك ولا نسوان. لكن شو هدول كانوا رفقات اخوات يعني مثلي مثل مثلك مثلهم. البارودة هي اللي خلتنا نصير كلياتنا مثلنا مثل بعض. والدم ورصاصة الفرنساوي اللي كانت لاحقتنا وما تفرق بين رجال ونسوان. غريبة يا حسيبة. يا ترى رح تقدري تعيشي مع حمدان مثل وسيلة خانه وميسرة خانه وغيره؟ والله أنا عايشة. هو شلون بده يدبر راسه؟ شو بعمل له؟ يا على قطاطك يا حسيبة. شو عم تتفرجي؟ تعي تحركي لمي ولا شوف؟ لا أنا ما بقرب عليهم.
هلا ما حلي لك تعملي هالشيء اللي قدام البلوعه؟ شرفي انت موسى اللي عنهم، تصطفلي منك له. عم اقول لك تحركي احسن لك، ها تحركي. مالي فاضيه. خير شبك اهو؟ ليش صوتكم طالع؟ حمدان تعال احكي لك، ابصر هي السماويه شو حاطط لي بالاكل لحتى لعت نفسي ورجعت ومدري شو صار لي وبطني وجعني. لا 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 حبيبتي سلامتك سلامتك سلامتك. ايه بشو حاسه؟ لك بطني عم يجعني كثير. سلامتك حبيبتي سلامتك. هاتي لشوف احكي لي شو صار معي. شو صار؟ حكيت لك قلت لك. سعديه شوفي الباب. حاضر. لك بتقول لك حاضر. قلي شوف شو بتعمل فيني بغيابك. بسيطة بسيطة، طولي بالي طولي بالي. شربي مي. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة صحة صحة. سلامتك. الله يسلمك. سلامتك حبيبي. كثير موجود. خير خير. شوفي مثل ما انك شايفة، ابصر شو اكلي، راجعت كل شيء ببطنك. معلش معلش تعال قومي 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 دوبريني، يمكن اخذي بركة. لا 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 القصة مو قصة ترد، القصة انه هي السماوية مدري شو حاطط لي بالاكل، اصلا من وقت ما فت على البيت وهي مو طايقتني والله يا حمدان. يا سعدية شو اللي صار؟ الحمد لله والله ما صار شيء، صدقني ما صار شيء، بس هي ما عاد يعجبها العجب ولا الصيام برجب، طول مو قاعدة ايه ما بصير. قال له يا فرعون مين فرعونك؟ قال له ما في مين يرد. سعدية خلصت. شو خالدية؟ شو في؟ رايح اجيب الدايق مع عزاب. دايق؟ وليش دايق؟ ان شاء الله خير. هلا شو اجى على بالك تشطفي؟ ما بعرف هيك اجى على بالي. كنتي فوتي له الزنجبيل اللي قالت عليه الدايق. حاضر هلا بس لحتى اخلص فوت له الزنجبيل. الف الحمد لله الف الحمد لله، منيح اللي عشت شفت لك اليوم. بشري حسيبي هبلة عم تحكي جد؟ الحمد لله الحمد والشكر لك يا رب. هذا اللي كان ناقص. هلأ مين ما عاد توصل لراسه من هلأ ورايح؟ لكان حتجيب له الصبي، رح تساوي أبو عمر عن حقه حقيقي. ولي على قلبي عليك يا وسيلة خانو، متي بحرقة هالكلمة. لك وين زلمي؟ عم بتساوي خالدي خانو. لك ما عاد قدرت تتحمل. ما عم بتحمل يا خالدي خانو. لك منين طلعت لنا هي؟ والله بدونك كنا مرتاحين. لك مرته، هي مرته وست البيت. مرته وست البيت؟ لا حبيبتي، هي ركبته وركبت البيت كله. لك ما عاد حدا له كلمة غيرها. لك وينه الحاج حمدان؟ وينه اللي كانت تطليعة منه تخلي المرة توقف وهي عم ترجف وتخ بأرضها؟ وينه الحاج حمدان اللي كان يخاف الله وما يحب الظلم؟ لك شو صار له؟ مشان الله شو صار له؟ طولي بالك طولي بالك، جاهلة وصغيرة، خديها بطولة البال. والله مو بإيدي يا خالدي يا خانو، 30 سنة إلي بهالبيت، من وقت اللي إجيت مع وسيلة خانو من 30 سنة ما حدا زعجني بكلمة واحدة، بس هي بتكرهني بتكرهني وما بتطيقني، ولو بإيدها كانت قلعتني من زمان. إن شاء الله قال لي خالدي يا خان لك شو أعمل بحالي شو أعمل؟ تعيدي هون إذا بدك، لأنه لا حيطلع بإيدك ولا بإيدي شي ما دام القاضي راضي. بقى روقي روقي الله يرضى عليك. شي بجنن شي بجنن شي بجنن يا ناس يا عالم، بوز إيديكم بوز رجلكم شو ساوي بحالي؟ لك أنا مقطوعة بشجرة وما لي حدا. جمال القهوة بإيده على قط النوم تبعها. إيه؟ لوين؟ ما قلنا لك ترتاحي؟ بدي شوف هاي المجنونة شو عم تبربر وتقول. سعدية؟ نعم. طلعي نطفي الفرنكة اللي فوق. لسه ما صار وقتها. شو يعني لسه ما صار وقتها؟ لشوف بس لخلص شغلي تحت، بشوف اذا بقي معي وقت ببقى بطلع بظبطها. لتشوفي؟ ليش انت نسيانه شو بتشتغلي؟ طولي بالك حسيبه خانم طولي بالك. خانم؟ هلا هي خانم
ووسيلة خانم بنت الأكابر خانم. سمعت بإذنك؟ سمعت بإذنك هيك بدك يصير فيني؟ لك أنت نسيانة مين أنا؟ أنا رح ذكرك حبيبتي، أنا الآمرة الناهية بهذا البيت، أنا وحدي ست البيت، فهمانة ولا لا؟ آخ على هالزمن، آخ على هالزمن. يا ريتك يا حسيبة لا تركتي الجبل ولا أجيتي ولا تبهدلتي، يا ريتك متي قبل ما تشوفي هذا النهار. آه ما قلت لك الزعل ما بين حسبين. ما بقدر ما بقدر ما بقدر. حمدان الله يوفقك بوس ايدك. يا أنا يا هاي المرة هي حتموتني. طولي بالك حسيبة، مالي مطولي بالي، مالي مطولي بالي، عم قلك لك وافهم علي. يا أنا يا هاي المرة بهذا البيت، وأنت حلها من عندك. وانت الثانية شو مستنية؟ روحي لك، روحي من الوش هلا، روحي وبعدين بنحكي. روح لوين؟ روحي لبيت خالدية، روحي وبعدين بنحكي.